بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التركية. وأعرب سموه في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد وتحقيق مزيد من النماء والتطور للشعب التركي الصديق، منوها بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين صديقين وما تشهده من تقدم وتطور على جميع الأصعدة.